نصيحة عميقة لنا من صحابية جليلة تلفت انتباه بناتنا للتعمق في اختيار شريك الحياة، إنها ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق. لقد كان لها دور كبير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، فكانت تحمل إليهما الطعام في غار ثور، حتى أنها لم تجد ما تعلق به الطعام فشقت نطاقها وحملت الطعام بنصفه وانتطقت بالنصف الآخر، فلقبت بذات النطاقين. تحكي رضي الله عنها فتقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق أتانا نفر من قريش وفيهم أبو جهل بن هشام، وكان فاحشا خبيثا، فسألني: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري. فرفع يده ولطمني لطمة على خدي طرح منها كرتي، أي من شدة اللطمة أوقعت الحلقة من أذنها. هكذا فعلت أسماء وهي بنت 12 عاما ولم تكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه، ولأن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم أحوال الصلاح. فهناك من يقول: المرأة لا تؤتمن على سر، فأقول له: ليست كل امرأة، فكوني كأسماء في حفظ السر. وكانت رضي الله عنها فعالة بعد الهجرة في دعوة النساء وتعليمهن، وإضافة إلى ذلك كانت تعلف فرس زوجها الزبير بن العوام وتدق النوى وتسقيه الماء. ومن مناقبها رضي الله عنها أنها وضعت للمسلمين أول مولود في المدينة وهو عبد الله بن الزبير. أما عن أسماء الراوية فلقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا، وروى عنها الرجال من الصحابة، فكانت نعم الأم ونعم الزوجة ونعم العالمة ونعم البنت. إن أسماء رضي الله عنها قدوة لابد أن نتشبه بها، كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. صلوا على الحبيب، والسلام عليكم.